لازم يا اخواننا انت تكون فاهم. انت الان بعد شويه حتتخرج، انت عندك امك قاعده في البيت. يا اخواننا الكلام ده تضحك ليه؟ لانه ده بخالف العقل ويخالف الفطره ويخالف الشريعه، وده السبب اللي بيخلي العلمانيين يجوا. انت قال الشيوعيين جوا لجنه لانه الختميه مثلا كان الواحد بيمشي في الوطاء، الاستعباد بتاع الصوفيه للناس، الشيخ بيمشي في الوطاء، الوطاء تبقى حقته. الختميه لما جوا الانجليز قال لهم دارينا سكه حديد، قال لهم علينا نحن على المرغن. قام قال للجماعه بتاعنه، قال لهم اللي بيجيب لنا شبر او بيجيب لنا شبر هنا قال بنديه متر في الجنه، شبر بتاع خشب عشان نحط فيه سكه حديد بنديه متر في الجنه. وده يا اخواننا من الاستهزاء، من اللعب بالدين والشريعه، فهمت؟ فلعبوا على الناس عقائده اخطر من ده كله، من اكل الاموال ومن اللعب بالاعراض، انه الزول اللي بيموت مشرك بيمشي ويخلد في جهنم. الزول قد يزني وقد يسرق وقد يكذب وقد يقتل فيغفر الله له، لكن يشرك بالله مغفره له وما في. الدليل شنو؟ ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لابد يا اخواننا الانسان يمشي لله بعقيده نجيضه. شوف انا بديك حاجه في الدنيا دي، لو ما مرقت من كلامنا الا بالموضوع ده كفايه. خلي عقيدتك نجيضه وحافظ على عباداتك وما تخش مع جماعه، وانت احسن زول، احسن زول انت، فهمت؟ بيجي يغشوك يقول لك عشان تبقى انصار سنه غيره، بيجوك يقول لك اسمع نحن عندنا حديث، حديثكم شنو؟ يقول لك انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. انت عندك جماعه يقول لك لا. وفي حديث رواه الشعب السوداني يقول لك اللي ما عنده شيخ شيخه الشيطان، ده رواه منو ده؟ هو الساكت نجر بس، واحد تلقى خش معهم بنكته سودانيه ساكت، ده دين يعني؟ انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه، الغنم القاصيه معناها زول ما في جماعه المسلمين، ما دام انت عندك رئيس وانت ماشي بقوانين الرئيس ده فيما لا يخالف حكم الله وكده، وانت زول بتصلي صلواتك وحافظ نفسك وكده، ثاني ما عندك مشكله. لكن يقول لك لا الغنم القاصيه، يعني هو الغنم الزريبه بتاعتهم اللي هو الحزب بتاعهم ده الزريبه، مركت منا انت الغنم القاصي، بيجيك الذئب، وهو الذئب بذاته وده المرفعين ذاته، فهمت؟ بيلعب بيك، فما تبقى مع جماعه، ما تبقى مع حزب، ما تبقى مع طريقه. هسه انا عشان اعبد الله الا اجي ابقى جبهه يعني عشان اصوم المصارين دي الا اكتب لها ميدن كيزان، ما خلاص انا صمت الموضوع انتهى. عشان كده يا اخواننا شوف المسائل دي تمشي حبوبتك، امك، خالتك، يا اخواننا والله انت كده احسب الموضوع ده من ناحيه اخلاقيه وانسانيه ساي. ابوك او امك ربوك وتعبوك او تعبوا معاك وجو من اصابوا من الشقاء ومن الضنك وانت عارف براك الحاصل لغايه ما كبرت وربنا وفقك دخلت الجامعه، والان مصاريفك بتاعت الجامعه امك تشتغل اي حاجه عشان ترسل لك، يقول لك يا ولدي كلها كم سنه وبتنتهي، الكلام ده حاصل ولا ما حاصل؟ والدينك ده يتعبوا فيك، وانت يا اخواننا ما داير تديهم اكبر هديه تخليهم يخشوا النار؟ قول جبت، قول بنيت لهم سبع عمارات، واي واحد اديته جي اكس ار خلاص، ده كده 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 جيحتهم وعنده عقيده، عنده حجاب، او تلقاه بيمشي للقبه والبنيه. هل كده انت باري بيهم؟ ده من اعظم الغش والكذب عليهم، ودي مسؤوليه ربنا بيسالك منها، انت ربنا بيسالك منها. صح الموضوع ده صعب، وابوك ممكن يطردك، وممكن اول يوم تجي ويفكك بطوبه وكده، ممكن امك تقول لك يا وليد شنو ما عافيه منك وكده، لكن لازم تصبر، لازم تصبر ولازم تدعوهم، وده اقل حاجه تقدمه لوالدينك. ده خليك من الدعوه الى الاسلام والدعوه الى حق النبي عليه الصلاه والسلام. فلازم يا اخواننا ده حق الناس زي الغشوا بيه، اهلنا كتار، الواحد تلقاه لابس له حجبات وتلقاه عنده امراض الطفوله السته، والله مسكين تلقاه تعبان عنده حصبه وكلى وبتاع ولابس له حجبات، ها زول مسكين. انت الزول اللي قريت دورك شنو؟ الزول اللي انت قريت دورك. واحدين يجي يقول لك اسمع انت عشان انت انت انت, انت بتسمع غنى، اي ما تتكلم معهم لغايه ما تخلي اللعب بتاعك ده. لا انا بسمع غنى، لكن الغنى ما بدخل في ما بدخلني خالد في جهنم، وان كان هو حرام بيودي جهنم لكن ما بخلدني فيها، لكن الشرك بيخلد في جهنم. يا اخي انا اقول لك حاجه، انا اقول بشرب بانجو وداك بيطوف بالقبه، داك معصيته اكبر من ده، والله ده معصيته اكبر من ده، لانه ده في النهايه سكر، ودي معصيه من المعاصي قد ربنا يتوب عليه وقد يعذب وقد تدرك الشفاعات، لكن ما بيخلد
في جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر شنو؟ من أمتي. لكن الزول اللي لقى ربنا بيشرك ده مصير وين؟ ده طوالي في جهنم خالد فيه. ولذلك يا أخوان الإنسان خلي قلبك قوي، وخلي إنسان عندك كلمة، وخليك عندك إصرار. والناس اللي يقولوا ما تسمع كلام الناس، كل فنان قال لك اللي بيقولوا الناس شوية، فنان تلقى صوته أشنى من حمار الزريبة، بعد ذاك يقول لك طبعا سوف نتحسن في المرحلة الغادمة، وانت المرحلة الفاتة سويت فيها شنو؟ في الباطل بتاعه تلقاه مصر. انت بتدعو لدين، تدعو لعقيدة، ما تسمع كلام الناس. والله كثير من الناس ضيعهم كلام الناس. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم اتضيعوا شنو؟ كلام الناس، خاصة في الجامعة. كمان في الجامعة في ناس مسلطين قاعدين، وبعد مرات تلقاهم ناس تقول مرسلين، بس يلقوا زول بيصلي صلواته وزول ماشي كويس وما عنده علاقة مع البنات. في طلبة تلقاه زول ما منتمي لحزب ولا جماعة، لكن ما بدور يمشي مع البنات، زول راجل كده ما بدور يمشي مع البنات كويس. يجوا مجموعة من الجماعة يقول لا اسمع، انت مالك معقد كده يا اخي، انت مالك زول دغماي كده، كمان لو بيقى بتاع ناصري ولا سجم رمات يقول انت مالك دغماي، نظام الوقت هو فاهم كلمة يعني، انت زول دغماي يعني، ها يعني خليك زول يعني مرتاح يعني ما في حاجة، بكل أريحية. ودي ما زي أختك يا كذاب، أختك أسئلة وبكرة أسئلة قال لك جيب لها سفنجة بتسوقها بالطريقة دي، تلقاها ملصقين زي حجار البطارية، دي أختك تلعب علينا ها؟ فما تشتغل بكلام الناس. أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم قال له في مرض الموت بتاعه يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قاعدين في راسه قالوا له ترغب عن ملة عبد المطلب، ترغب عن ملة عبد المطلب، آخر حاجة قال هو على ملة عبد المطلب. فعشان كده أخواننا الإنسان ما يشتغل بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ورضى الناس غاية لا تدرك كما قال العقلاء، رضى الناس غاية ما تدرك، فهمت؟ فالإنسان عليه يعني إنه يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وما يشتغل بغير الله سبحانه وتعالى، ولا يشتغل بغير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معلش كلامنا نحن طويل، وبعض الكلام قد يكون يعني مفرق وكده، لكن نفتح فرصة للمداخلات أو الحوار والنقاش. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.